نعمل برمن فرجينا الفستان. اوكي هلا نحن رح نستعمل شرشف. تعلي. اوكي. واحد اثنين ثلاثة كانت كافية لحتى تخلص. حتى ما يقول على الارض في شيء ثاني. يلا بعد مرة. شد. واحد فوق واحد. وعلى الارض ما في شيء. على الارض يا حكم. طيب بالاخير لا. هلا بلا خلا تعملهم بلا الشرشف. بدنا هلا ما رح تكون مفضوحه لانه اصلا هي ما مش لعبه سحر، هيدي فن بيستعملوها بالرقص، مانا داخله ضمن الماجيك. فينا نشوفها كيف، اكيد ما حدا رح يعرف يعملها، بس نفهم انه المبدا ما هي خدعه بالتياب. الشرشف الاخر. التياب معمولين على المزور يعني على المقاس بالمليمتر لفستان ياكل فستان. رح نعتبر انه هي عم بتلف. تخيلوا في حدا هون لنقشع شو عم بيصير. غير فستان. اه اوكي. انبسطت؟ وعلى الارض ما بيكون في شيء. هي طريقة التياب بيلبسون فوق بعض. يعني بالشوم عليكم بتغشوا الناس. لا هيدي للرقص بتجي مش ماجيك، هي بتجي. طيب بعد شي فستان تحته هيدا؟ خلص انتهينا. فإذا وقفوا. طيب بس هلا ثلاثة فساتين كلهم بهذا الفستان؟ ايه فيها أكثر، فيها خمسة وستة وسبعة الفستان. بنفس الوقت بس على الكاميرا، على الكاميرا بدي أعزمك. أرجع على الكاميرا رجعي فرجينا اياهم بليز. ايه وفي ثلاثة أربعة خمسة ستة لسبعة بسهولة. حلو. وكمان رجال بغيروا. هي هيدي قصة تبديل اسمها كويك تشينج، عم بتغير بسرعة للاستعراض مش change.